كلنا كنعرفوا القيمة ديال الماء والمحافظة عليه، ولكن إلى وقت ما لقينا شي أرض خاوية نعمروها بالأزبال، كنوسخوا الماء بلا ما نشعروا، لأن مع المدة هاد الأزبال كتديها الأمطار للسدود والوديان والأنهار، وهنا كتشكل خطورة على مصادر المياه. إذن من الواجب علينا نتجنبوا هاد التصرفات المضرة. الماء الصالح للشرب أساسي للصحة، إلا حافظنا عليه حافظنا على صحتنا.